السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسأل الشيخ بقول له: ليه يا مولانا لا نرزق نحن كما رزقت مريم ابنة عمران؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. طب ليه إحنا ما نرزقش كما رزقت مريم؟ قال لي: عشان أمرين. الأمر الأول إن إحنا ما نستاهلش، ليس عندنا من الأعمال ما تؤهلنا لذلك، وما نستحملش، لا نستحمل الكرامة بدون أعمال. مريم فاقدة لكل أسباب العطاء، ولكنها تعلم أن الله يعطي بالسبب ويعطي من غير السبب ويعطي بدون السبب. يا رب تفهمها. السلام عليكم.